هلا والله حبايب قلبي، شلونكم؟ ان شاء الله الكل بخير. وكالعاده رحت السوق المستعمل ولقيت هذه الجوستيك قطعه واحده من يمها اللي هي هذه خاصه بجهاز نينتندو سويتش، فبهذه الحاله قلت خل اخذها. عملت على سعرها، طلع سعرها 500 دينار عراقي فقط. هنا اخذت الجوستيك، بس من اخذتها قلت انا ايش راح استفاد بيها، ففكرت بانه اقدر العب بيها من خلال المحاكيات، لان المحاكيات اقدر اتلاعب بالازرار الخاصه بيها. فانت اذا مهتم وحاب تشوف هذه الفكره ما راح تنجح او لا، تابعوا ياي الفيديو. فهنا اول مرحله راح نسويها هي نسوي عمليه تنظيف سريعه للجوستيك، وبعدها بشكل مباشر راح اشحن الجوستيك وارجع لكم. فهنا خلصنا من التنظيف وشحننا الجوستيك، وهنا انا شغلناها مثل ما جاي تشوفون اشتغلت. فهسه نجي نربطها بشكل مباشر على الجهاز عن طريق البلوتوث. هسه اظل ضاغط بشكل مستمر على هذا الزر، ومثل ما جاي تشوفون طلعت لي بهذا الشكل. راح انزل الاسفل او اطي على بحث، راح تطلع لي مباشره اسم الجوستيك، فراح اضغط عليها. ومثل ما جاي تشوفون يقول هل تريد الاقتران، نطي على اقتران، وهنا تم الاتصال، وان شاء الله ما راح نواجه اي مشاكل. هسه نتوجه لمحاكي البي اس بي ونرتب الازرار حسب الشكل اللي اريده اني، وكل زر يعني حسب الاختيار اللي اختاره اني. فهسه نتوجه لاعدادات المحاكي ونجي نضبط الازرار. اني راح اختار المربع والمثلث والدائره والاكس، راح اخليهن هن نفسهم الاتجاهات، والجير اخليه يتحكم بالمشي، او يعني ان الاتجاهات راح يصير بالجير. فهسه مثل ما جاي تشوفون قطعت اخلاء الكل وسويت ضبط تلقائي حتى يضبط بشكل مباشر. فهسه راح ابدي اغير الازرار. مثل ما جاي تشوفون انا راح الزم الجوستيك بهذا الشكل. هسه ابدي بضبط الازرار، دائره على اتجاه اليمين، وايضا المثلث بالاعلى والاكس اسفل، والمربع على جهه اليسار، وزر الهوم راح اسويه هو زر الستارت، والزر المقابل اللي هو هذا الزائد راح اخليه زر السلكت. وبالنسبه للال والار ايضا لقيت لهم مكان مخصص الهن. وبالنسبه للاتجاهات راح اسويهن بالعكس حسب لازمه الجوستيك. مثل ما جاي شوف راح الزمها بهذا الشكل، فراح اسويها حسب اللازمه مال الجوستيك. فهسه نتوجه لاي لعبه ونجرب بها الجوستيك ونشوف الازرار مضبوطه او لا. هنا دخلت على لعبه فشفت ماكو اي استجابه، يعني من ادوس اكس ما يدوس او ستارت ما يدوس، فلازم اغير الاعدادات الخاصه باللعبه، يعني على كل لعبه لازم اسوي اعدادات. فهسه راح ارجع اضبط الازرار نفس ما سويتها باول خطوه بصوره سريعه. بعد ما خلصنا نرجع ندخل على اللعبه ونشوفها اكو استجابه او لا. ومثل ما جاي تشوفون هسه حاليا تجرب لعبه سونيك، ندخل عند دوس ستارت، ومثل ما جاي تشوفون استجابه الجوستيك. خلينا نشوف الجيم بلاي من خلال هذا الجوستيك. مثل ما شفتوا بالنسبه للعبه سونيك ما بها اي اشكالات. خلينا نجرب العاب مختلفه. Thank you.
ومثل ما جاي شوفوا المواجه هنا اي مشاكل من خلال محاكي البي اس بي، خلينا نجرب هذا الجويستيك على محاكي ايثرز اكس 2 الخاص بتشغيل العاب البي اس 2. راح اضبط اسرار الجويستيك على المحاكي ونجرب وياكم لعبه جود اوف 4 ولعبه بيس وايضا كم لعبه خاصه بسوني بي اس 2. طبعا شباب مثل ما شفتوا الفكره مالتي نجحت، احتمال بعض من الاشخاص راح يقول لي هي ما تسوى، صح ما تسوى، بس حبيت اني اجرب لكم هذه الفكره حتى تستفادون من يمها اذا تواجهكم هيك مشكله او يخرب عندكم زر من الازرار، مثلا المربع يخرب او يتلف، فتقدر بهذه الحاله تبدله على غير زر. وايضا اذا عندكم جوستيك حابين تربطونه تسوون هذه الخطوات، يعني حسب الازرار المريحه على اللزمه الخاصه بالجوستيك. فلهنا وصلنا لنهايه الحلقه، انتظرونا في حلقات قادمه، في امان الله.